أهلا بكم من جديد في استوديو الآن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ حل الأزمة في هونغ كونغ بطريقة إنسانية، مقترحا عقد لقاء شخصي مع الزعيم الصيني. أشاد ترامب في تغريدة له بالرئيس الصيني ووصفه بأنه زعيم عظيم يحظى باحترام شعبه، مؤكدا أن الرئيس الصيني لديه القدرة على حل المشكلة في هونغ كونغ بطريقة سريعة وإنسانية. وينظم المحتجون في هونغ كونغ منذ 10 أسابيع تظاهرات للمطالبة بمزيد من الحريات. وفي الأيام الأخيرة شلت اعتصامات مطار المدينة الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم. هاتفيا معنا طارق الصنوطي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ طارق أهلا بحضرتك، بداية برأي حضرتك في هذه الدعوة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني البعض فسرها بأنها دعوة غير منطقية، وخصوصا وأنه الولايات المتحدة يعني تقف بشكل أو بآخر وراء ما يحدث في هونغ كونغ. أولا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه يمكن أن نطلق عليها هي حق يراد به باطل. هو دونالد ترامب لا يريد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإنما يريد أن يكون له دور في هذه الأزمة هو ما ترفضه الصين تماما. الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة منذ شهرين وهي تحاول من بعدة طرق أن يكون لها دور في الأزمة، هي تزيد من الأزمة ولا تريد أن تهدأ. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم ورقة هونغ كونغ كورقة ضغط على الحكومة الصينية كجزء من الحرب التجارية بين البلدين، كما تستخدم تايوان أيضا في هذا الملف. دعوة الرئيس الأمريكي ستلقي رفضا من وجهة نظري من قبل الرئيس الصيني ومن الحكومة الصينية، لأنها تعتبر تدخلا في الشأن واضحا في الشأن الصيني. الحكومة الصينية تعتبر منطقة هونغ كونغ هي منطقة إدارية، هي منطقة تابعة جزء من الأراضي الصينية، ولا يجوز أن يتدخل بها الرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء سواء بريطانيا أو غيرها. الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي كما ذكرت تحمل في طيتها العديد من علامات الاستفهام. الرئيس دونالد ترامب عندما يلقي بهذه الكلمات المديح الرئيس الصيني هو يرغب بأن يرسل رسالة إلى شعب هونغ كونغ بأننا نؤيد ما تقومون به ونؤيد حقوقكم في هذا، وهو ما يتجه بشكل واضح عكس ما تقوم به الحكومة الصينية. الحكومة الصينية لا ترغب أن يتدخل أحد، وهي علقت القانون الذي أثار الأزمة منذ بدايتها وهو قانون تسليم المجرمين أو المدانين في هونغ كونغ المحكمتين في البر الرئيسي، أي المقصود به الصين. ولكن الشعب في هونغ كونغ أو المواطنين في هونغ كونغ لا يرغبون في هذا، وإنما يريدون إنهاء هذا إلغاء هذا القانون تماما وإلغائه من مجلس النواب في هونغ كونغ. الأوضاع في هونغ كونغ تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولكن فيما يتعلق بالمطار، المطار تم العمل به وتم تجنيب المعتصمين أو المحتجين في وضعين في جانب من جوانب المطار. مطار هونغ كونغ من المطارات الضخمة جدا والمزدحمة للغاية على مستوى العالم، ولكن حتى الآن هناك الأزمة مستمرة وستزداد الأزمة اشتعالا، خاصة بعد التدخل الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التغريدة الغريبة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب. طيب أستاذ طارق، ما المتوقع من شي جين بينغ واستجابة شي جين بينغ لهذه المغازلة، يعني يمكن وصفها كهذا؟ لأنه في التغريدة ذكر بأنه شعب رجل عظيم وزعيم عظيم وأنه يحظى باحترام شعبه، وربما وجه هذا الوصف لشي جين بينغ واقترح اللقاء عليها. يعني ماذا في متوقع في استجابة الرئيس الصيني لهذه الدعوة وهذه الإشادة من قبل ترامب؟ في رأي الرئيس الصيني من الممكن جدا أن يرد عليه وأن يشكره على دعوته وأن يشكره على مديحه، وإنما سيرفض لقائي من وجهة نظري فيما يتعلق بهونغ كونغ أو غيرها. من الممكن أن يلتقي معه في قضايا أخرى عديدة، ولكن ما يتعلق بهونغ كونغ ليس من حق الرئيس الأمريكي أن يتدخل في هذا الشأن، وليس من حقه أن يطلب أن يعامل أن يحل الأزمة بشكل إنساني. هذه إشارة غير إيجابية من وجهة نظري، إشارة سلبية، لأن حكومة هونغ كونغ والحكومة البر الرئيسي الصين
تتعامل مع الازمه بشكل غير انساني، وهذا سترفضه الصين. اما ما قاله الرئيس الامريكي بان الرئيس سي جين بينغ هو رئيس يتمتع باحترام شعبي وهو رئيس عظيم، هذه كلمات جيده ومهمه، ولكنها تحمل صيتها كما قلت، كما نقول هي السم في العسل. هو يرغب في ان يرسل رسائل الى داخليه وخارجيه ايضا، يقول لشعبه في الولايات المتحده الامريكيه اننا لا نترك حقوق الانسان من وجهه نظره في اي مكان، ويقول لهونغ كونغ ايضا اننا معكم بصرف النظر عما تقوم به حكومه الصين. طيب، وهل سينجح ترامب في استخدام هونغ كونغ كورقه ضغط على الصين، خصوصا وانه حكومه بكين يعني لم تتخذ اجراءات نستطيع القول بانها اجراءات تعسفيه او اجراءات عنيفه تجاه المتظاهرين في هونغ كونغ حتى الان؟ اولا كما ذكرتي ان حكومه الصين لم تتخذ اي اجراءات تعسفيه او عنيفه، بل بالعكس هي تركت المتظاهرين يتحركون في اماكن عديده جدا، في الميادين، في منطقه كولون، وهي من المناطق المزدحمه جدا في هونغ كونغ والمناطق الحيويه، في مناطق البرلمان، لدرجه انهم اغلقوا البرلمان حتى تحركوا الى المطار. هي تتحرك بخطوات يعني لا تقابل ما يقوم به المتظاهرون من عنف، وانما تقابله بنوع من التعامل بشكل حضاري جدا. الولايات المتحده الامريكيه في رايي ستسعى بشكل كبير جدا الى مزيد من الضغوط على حكومه بكين في هذا الملف الحيوي، وهي بالفعل تستخدم حلفائها مثل بريطانيا او المانيا. ميركل تحدثت، المستشاره الالمانيه تحدثت ايضا في هذا الشان، وبريطانيا تحدثت في هذا الشان، ونعلم ان جزيره هونغ كونغ كانت محتله من قبل بريطانيا وتم تسليمها للصين منذ ما يقرب 22 عاما تقريبا. هذا الملف هام جدا بالنسبه للصين، والصين تعتبره خط احمر ولا يمكن التنازل عنها والتفكير في الانفصال او غيره. الولايات المتحده الامريكيه تجد هذه فرصه كبيره جدا بالنسبه لها لممارسه مزيد من الضغوط على حكومه بكين في هذا الملف السياسي الهام والحساس بالنسبه لحكومه بكين ايضا. اشكرك شكرا جزيلا لك استاذ طارق الصنوطي، نائب رئيس تحرير الاهرام.